وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم، ينضم إلينا فيها مصطفى ميزار. لك مصطفى من جديد، شكرا رجائي، شكرا دينا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخيره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية: في القاهرة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 21، الإسكندرية 29-20، مطروح 27-19، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 31-1 وعشرين. أما بالنسبة لمحافظة السويس ففيها درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21، في العريش 29-22، في طابة 29-21، في شرم الشيخ 32-24، في الغردقة 33-23. أما بالنسبة لمحافظة الأقصر 36-19، في أسوان 37-21، في الوادي الجديد 33-16، في شلاتين 34-23، في حلايب 31-24. الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.